الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا كنت عند أهلي كل هالفترة ورجعت اليوم على البيت. دقيت للعميد وسألته عنك لأنه أنت ما فكرت تحكيني ولا تطمني شو صار معك بعد الانفجار. ما توقعت إنك تكوني مهتمة تطمني عني. أنور نحن مش قوازين عشرة عمر. يسرى اعتبري إني متت بالانفجار. انسي إني بعدني طيب. أنور بليز اسمعني، أنا رجعت على البيت نظفته ورجعته مثل ما كان قبل ساعة جنونك، وكنت ناطرتك ترجع لحتى نحكي. أو نلاقي حل لأنه الوضع مش طبيعي. أنور رجعت بالأخص حتى خبرك إنه كل هالفترة اللي قطعت فترة انحذفت من حياتنا. تنهي علاقتك مع علا، ترجع على بيتك مثل ما كنت قبل ما تشوفها، وساعتها بوعدك حتلاقي يسرى مرتك اللي انت بتعرفها. يسرى المشكلة مش بعلا، المشكلة كانت بيني وبينك. يعني بعلا أو من دونها المشاكل بيناتنا كانت رح تكبر، وأنا كمان كان بدي نقعد ونتفق كيف رح ننفصل بدون ما نصير عداء. ننفصل؟ أنت هيك بهالسهولة بدك إنه نحن ننفصل؟ ما أكيد، ما دامن عروسة جديدة. سألت حالك شي برا شو ممكن يصير أنا فيه؟ ليك أنور، أنت كنت كتير صريح معي، بس أنا رح كون صريحة أكتر معك، ورح أقول لك إنه أنا ما بدي أنفصل عنك. مش لأني بحبك وبدي أعيش معك، ما رح أنفصل عنك لأنه ما رح خليك تتهنى أنت وعلا، ورح ضلني حسكة بزلعيمك. بالنهاية أنت رح تكوني الخسرانة الوحيدة، ورح تبقي هيك وحيدة. هيدا قبل ما تتعرفي لك على شي ملياردير وتشديه ويصير يصرف عليك ملايين. فشرت يا سيدة العقيد، علي وعلى أعدائي. يسرى إذا ما قبلتي إنه ننفصل العذاب رح يكون مشترك، فخلينا نتفق وكل واحد يروح بطريقه ونضل أحباب. برجع بقلك فشرت. هاي مام. هاي ماميتو حبيبتي، اشتقت لك كثير. انا تسلمي لي. كيفك سافا؟ كل شيء تمام؟ مرحبا باحلى بنوت. يا حبيبتي كيفك يا بابا؟ منيحه طمنيني كل شيء تمام؟ الحمد لله. وينو انور؟ يا هلا يا هلا، نورت. هلا بيك، الله يخليك. اهلين. يا هلا يا هلا بيك. تفضلوا تفضلوا. شكرا شكرا. اخ تركناك كم يوم لحتى ترتاح، هلا جينا نطمن عليك ونقول لك الحمد لله على السلامة. ما بينقصكم شيء من الواجب. ما على قلبك شار. شكرا. كيف صارت صحتك؟ الحمد لله. قومي حبيبتي نعمل القهوة بالإذن. سهر
أنا شايف الطقس حلو، شو رأيك نطلع على البلكون؟ شايف كل هالبيوت اللي قدامك؟ تفتكر كل المتزوجين مبسوطين فيها؟ أنا بأكد لك إنه نصهم عايشين مع بعضهم برستيج وما في حياة بيناتهم. كل واحد عايش على كيفه بس من غير ما يعرف التاني. كل بيت ناقصه شيء وكل عائلة عندها مشكلة. ممكن بين أي لحظة ولحظة يصير في خلاف بين المرأة والرجال. ماما مثل ما عم خبرك صرنا فترة مش عم نحكي مع بعض أبدا. يعني شو بدي أقلك، عايشين بفرد بيت بس كل واحد عم بيعمل بده إياه. وضع مش محمول أبدا. طولي بالك، ناولين البن من حدك. مرسي. ما هو الزواج شو؟ زواج مثل شركة أو مؤسسة تعرض أحسن ما عندها حتى تغطي عيوبها ونقاط ضعفها، ورئيس المؤسسة هو الزوج. ولهيك يا أنوار حافظ على عائلتك جوا قدام الناس، واللي بدك يعمله برا، بس ما تخلي هالشي يأثر على بيتك ومرتك. واللي بيصير برا بضل برا. حبيبتي بدك تطولي بالك، انت بتعرفي كتير منيح انه الطلاق عنا صعب، واذا لحقتي وطلقتي لا سمح الله بصير اسمك مطلقه، بعدين بتكوني بمصيبه بتصيري بمصيبتين. انا معك ماما، بس شو الحل؟ لا طايقني ولا طايقته ومش طايقين بعض بقى. خليك على كلمتك لانه معك حق، وبدك تطولي بالك لانه رح يزهق منا لهيدي اللي اسمعه له ويرجع ركض راكع تحت اجريكي. طيب وبعدين؟ ما تنامي معه بقى بالأوضة. نحن يا أنوار ما بيناسبنا نسمع كلام عاطل أو نفوت بقصص لا سمح الله ما بيسمح فيها للمجتمع وللدين. لهيك لا تحاول تخلط الوراء بين البيت جوا والبيت برا. بعدين اللي بيته من إزاز ما بيراشق بيوت الناس بالحجارة. أنا ما عمل لك تعشق يسرى وتحبها، بس ما حلوة لا بحقك ولا بحقنا الطلاق مشان برستيجك وبرستيجنا. الحمد لله على السلامة، دير بالك على حالك وعلى عائلتك.